بطولة جديدة تضاف إلى رصيد بطولات النادي الأهلي 38 كأس مصر، بطولة مهمة جاية في توقيت مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي، خاصة وإحنا في منتصف الموسم. ولكن الفوز على بيراميدز ما كانش ببطولة، كان ببطولتين. فزت بالكأس وهتلعب سوبر أيضا مع نادي الزمالك يوم 5 مايو في أبو ظبي. حلقة النهاردة من برنامج في كتفك يا أهلي من خلال منصة يلا كورة ومنصة جي ال سي سبورتس عبر الفيسبوك، بالتأكيد هنتابع كل الجديد الخاص بهذه المباراة، وهنلقي الضوء كمان على المسابقات الإفريقية. عندنا مواجهة مهمة جدا مع فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. تابعونا من خلال شركة الدهانات الأولى في مصر، شركة جي ال سي. وبالتأكيد في البداية برحب بصديقي وزميلي العزيز كريم سعيد. مساء الفل يا كريم. مساء الخير يا محمد، مساء الفل كل متابعي برنامج في كتفك يا أهلي مع جي ال سي، وألف مليون مبروك لجماهير النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي، طبعا ألف مبروك طبعا لشركة جي ال سي الراعي الرسمي للنادي الأهلي السنة دي، واللي بيحقق البطولة الثانية له هذا الموسم بعد ما انتصر النادي الاهلي على نادي الزمالك في السوبر الماضي. انا والله ما بقتش عارف اقول الماضي ولا قبل الماضي ولا قبل الماضي، فاهم؟ احنا دلوقتي بنتكلم على الكاس القديم. يعني النادي الاهلي النهارده بيحقق بطوله الكاس القديم على حساب نادي بيراميدز بعد مباراه يعني نقدر نقول عصيبه، كانت عصيبه للغايه واستمرت لغايه الدقيقه 120، وكولر بيحقق الأهداف المرجوة منه بنسبة 100% لغاية دلوقتي. بطولتين بيحققهم، بطولة السوبر اللي قدام قدام الزمالك، وبطولة الكاس القديم قدام البيراميدز. وصل لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، بعيدا عن طبعا عن كل ما حدث في دور المجموعات، خلاص نسى طبعا، حققت الهدف وصعدت لهذا الدور ومتصدر الدوري بفارق كبير عن اقرب منافسيه. وتقريبا يعني يفترض ان النادي الاهلي مع تحقيق انتصارين او ثلاث انتصارات متتاليه في الوقت الجاي هيبقى الدوري، المنافسه في الدوري ماتت اكلينيكيا. وواحده اعتقد من الامور المهمه محمد عشان الفريق يتفرغ لنهايه الموسم اللي عنده فيها اعتقد استحقاقات قويه جدا، بدايه من يوم ان شاء الله 22 ابريل ومباراه الذهاب قدام الرجاء. لكن النهارده كلامنا وحديثنا طبعا اكيد هيبقى منصب على الانتصار الكبير على نادي بيراميدز. طب هي بطوله الكاس رقم 38، ولكن مباراه كانت لها حسابات خاصه. نعم. وتعتبر من ضمن المباريات الكبرى اللي تقدر تشوف فيها المدرب بيقدر ينجح في المواجهات الصعبه الكبرى ولا ما بيقدرش. طبعا. على مستوى النتائج والارقام قدر وحقق وفاز على الزمالك وبيراميدز في كاسها مناسبه، ودي مناسبه بتاكد ان هو مدرب قدر يعمل نتيجه كويسه وبطوله جديده. ولكن اجمالا شفت ازاي فوز الاهلي على بيراميدز؟ طبعا خلينا نتكلم عن المباراه منذ يعني قبل المباراه بشويه. طبعا المباراه كانت واخده زخم كبير بخصوص طبعا موضوع التحكيم، وانا هقول وجهه نظري الشخصيه يا استاذ محمد سعيد التي قد اختلف معاه فيها. وجهه نظري الشخصيه، تجربة طاقم التحكيم بقيادة الكابتن أمين عمر، هي احنا دايما نحب ان الحكم المصري بصراحة هو اللي يكون متحكم في كل ما يخص الكرة المصرية، احنا نحب ده زي ما احنا بصراحة. احنا مثلا هديكم مثلا، لو معانا حكم هيقول لك انت تحب نجيب اعلاميين من بره، انا هقول له لا طبعا، يعني بكل نتكلم بكل صراحة، كل واحد في شغله بيحب ابن البلد هو اللي يكون. بس احنا مشكلتنا عندنا يا محمد ان احنا بقالنا فترة صراحة في أزمة في موضوع التحكيم في مصر. كابتن امين عمر امبارح من اول دقيقه في المباراه مهزوز، واضح جدا في هز، والهزه دي نتيجه طبعا اللي حصل والاحد مش عايز اتكلم فيها قبل المباراه، بس كان واضح ان الطاقم بالكامل مهزوز. ما فيش اخطاء فاتحه، لكن في اخطاء تدل ان انت مش على راحتك، انت مش مبسوط، انت مش بتشتغل وانت مرتاح. وهديك مثلا كم مثلا عشان ناكد وجهه نظري. واحد، الكورة بتاعت كهربا، الفرصة الوحيدة للنادي الأهلي الشوط الأول اللي علي معلول كسر التسلل ورجع الكورة لكهربا ورا، وراح كهربا أطاح بيها فوق المرمى. الكورة دي يا جماعة اتحسب التسلل، حكم المساعد حسبها التسلل وهي مش تسلل على فكرة يعني. طيب اللعبة التانية بتاعت ركلة الجزاء في الشوط الأول، أنا بصراحة لغاية دلوقتي أهو بقول لكم، لغاية دلوقتي من كل الإعادات اللي شفتها، والله والله وحياة صيامي أنا ما أقدر أحكم عليها، والله ما اقدر احكم عليه، لان ليها 3 اوبشنز. ممكن تبقى جت في ايده بشكل مباشر، ممكن تبقى جت في صدره، بس ممكن تبقى جت في صدره وجت في ايده، لان زاويه التصوير كانت سيئه في وجهه نظري، زاويه التصوير مش موضحه، فانا مش قادر احكم عليه. طيب هو راح شافها في الفار، لما رجع ما كانش ينفع يعملها اسقاط، لان الكره اوريدي كانت خرجت ضربه ركنيه للنادي الاهلي، كان لازم يحسب ضربه ركنيه طالما ان انت ما حسبتش
ركله الجزاء، لكن هو ما كانش مركز. الحاله الاخيره اللي هستشهد بيها في الشوط الثاني، بيرسي تاو قام بالضغط على محمد حمدي في الجبهه اليسرى نادي بيراميدز، وخطف منه الكوره وانطلق في اتجاه المرمى وكان رايح انفراد، والحكم المساعد رفع ان في فاول، شد محمد حمدي شد بيرسي تاو واعاقه من الركض. امين عمر احتسب الفاول، لكن كان لازم يدي محمد حمدي انذار. ليه؟ لان انت النهارده تعمدت تعطيل هجمه مؤثره للنادي الاهلي. فهو الاخطاء ما كانتش حاجه قويه جدا، لكن اخطاء بتبين ان الحكم ما كانش مرتاح، وكمان طاقم المساعدين كان عنده حق. عشان كده بقول انا وجهه نظري الشخصيه، تجربه عدت على خير، بس في الوقت الحالي اتمنى عدم تكرارها. اقول لك ليه؟ اتفضل. برضو الناس لازم تعرف الاسباب. الطاقم ده على فكره هو اللي هيسافر يدير مباراه في الجزائر في دوري ابطال افريقيا ما بين شباب القبائل والترجي التونسي، نفس جميل. الطاقم بالكامل، حكم الساحه، الاثنين مساعدين، الحكم الرابع، حكم الفار احمد الغندور، ولكن بدل عمرو الشناوي هيكون محمود البن. الخطا الوحيد اللي حصل اللي خلى الطاقم مهزوز بالشكل ده ان هم ما استقروش على الطاقم بالكامل الا ليله المباراه. اوكي. يعني كان في دايما اختيار ما بين محمد عادل وامين عمر. الفار ممكن يكون موجود في محمد عادل او ممكن يكون في محمود البنا. عدم التركيز على الطاقم قبل المباراه على الاقل حتى بثلاث ايام والناس تبقى مركزه، ده اللي خلى الطاقم مش داخل المباراه وهو مركز. أوكي. فده اللي خلى الطاقم ممكن نازل المباراه مش محضر لها نفسيا بشكل كويس. بس اكيد يا محمد انت اول ما الناديين واللعيبه والجماهير والناس كلها بتبقى عارفه ان في طاقم تحكيم اجنبي، نص الضغط العصبي ده بيقل. بيقل. نص 50% على الاقل. الطاقم التحكيم المصري ممكن طبعا عنده مساحه ان هو يجيد، بس هي فيه انت بتستشف ده من انفعالاته في اول خمس دقائق. انت بتشوف هو منفعل الشوط الاول، الكوره ما بتتلعبش دقيقتين على بعض. اي تلامس امين عمر بيصفر فاول، اي تلامس من اي نوع بيصفر، لان هو مضغوط، هو عشان مش متحضر كويس. أيوة. للماتش هو مضغوط. هو يعني مش عايز حد يقول له ايه، بص انت بتعمل ايه، بص انت بتعمل إيه. فعلا كان بيقول، هو قال لنفسه في وجهه نظري انا اي حاجه هشوفها هحسبها واريح دماغي ماليش. خلي بالك ده ماتش نهائي، انت ما ينفعش النهارده فعلا تخلي ريتم المباراه. الشوط الاول كان سيء جدا يا محمد، يعني طبعا بخلاف كل شويه فاولات، يعني الفرقتين نفسهم طبعا فنيا في امور يعني تخص بيه، يعني الفرقتين نفسهم الحكم ملوش دعوه، لكن الحكم مش ممكن انت تقعد كل ثانيه عمال تصفر عمال تصفر. فمبطئ الريتم، قاتل تماما الحماس والاثاره في المباراه. الشوط الاول فعلا كلنا قاعدين نقول ايه ده، ده ماتش نهائي كاس مصر، ايه ده، ايه الوضع اللي احنا بنتفرج عليه، مفيش فرص خالص. ده عبد الله السعيد فرصه الوحيده لبيراميدز، شوطه بتاعت عبد الله السعيد اللي جت بعيده كمان عن مرمى محمد الشناوي، والشوطه بتاعت كهربا اللي كمان الحكم المساعد حسبها تسلل، لما اتعادت مستحيل تحسب تسلل. وخلي بالك في نقطه مهمه، الحكم المساعد محمد مش هيرفع تسلل غير لما الفار ياكد له يقول له ارفع، كنت تسلل وهي مش تسلل. لو ده كان حكم كاس عالم محمود ابو رجال كان حكم كاس عالم، بس انت مضطر للحكم المصري عشان الحكام المصريين يروحوا للاحداث الكبيره. والله انا مع ده، هو انت مضطر انا مع ده والله. يا ريت والله، دي سياسه فيتور بيريرا على فكره، ماشي بس بيشتغل كده. بس خلينا نتكلم بصراحه، في الاخر انت بتحاسب على الناتج. صح، يعني في الاخر انت بتحاسب على الناتج. انا تعرف قبلها بكام يوم كان في ماتش ديربي ما بين الوداد والرجاء، كان بيحكمه رضوان جاي، مش عايز اقول لك اتبهدل. يا نهار ابيض على حصل في الماتش ده، اتبهدل. بس هو بصراحه هو يعني ده مش عايز اخش في الموضوع، بس يعني هو طبعا يعني رضوان جاي حكم كبير جدا، لكن عنده اخطاء فاتحه. ما بيغلطش غلط، يعني ايه ممكن يعدي، يعمل ماتش كبير قوي، يعمل ماتش كارثي. اخطاء فاتحه جدا بصراحه والله. يعني حتى يعني هقول بس امين، مشكله امين عمر جد والله، كل مبارياته الكبيره اللي بيحكمها بتلاقي فيها واقعه جدليه جدا. يعني حد ما اعرفش، يعني ربنا سبحانه وتعالى دايما بيحطك في اختبارات صعبه، يعني نفس حد ساعات الحكم بيمر يا محمد باختبارات هينه وبسيطه بتعدي. ممكن مثلا ابراهيم نور الدين بقاله فتره الدنيا بالنسبه له هاديه، هاديه مفيش مشاكل. امين عمر بصراحه كل لقطاته هو 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 حكم شريف وحكم نزيه، واستحاله يكون في اي حكم مصري يعني يكون بيخطا خطا متعمد، ده مستحيل يشيلوها من دماغكم. بس انت في لحظه بتاخد قرار، انا اسف احنا قدام التلفزيون صح، ما بناخدش القرار احنا في التكييف، انما انت في الملعب مطالب في جزء من الثانيه تاخد القرار، والقرار طبعا بيبقى مؤثر على احد الفريقين. فانا بشوف ان امين عمر لا، مشكلته كل مبارياته يا عيني كلها فيها اختبارات صعبه، اختبارات صعبه.
فاحنا نتمنى ان شاء الله يعني احنا في الاخر عايزين الناتج يبقى كويس، وطالما ان انت بساعات بتجيب حكام اجانب عشان يعلموك بس كده. طيب مباراه الاهلي وبيراميدز انا حسيت كده ان البعض بيقول ان المباراه مش مباراه بطوله. نعم. لا ده مباراه انت بتلعب فيها على التاريخ، طب بتلعب فيها على المستقبل، بتلعب فيها على الحاضر. حسيت بده يا كريم؟ شفت ده؟ بص خلينا نتكلم بصراحه، وضع الكره المصريه منذ صيف 2018 تغير تغيير جذري بدخول نادي بيراميدز للمنافسه. ابى من ابى ويعني ورفض من ووافق من وافق. دي حقيقه، يعني دي حقيقه، المعارض او المتفق دي حقيقه قدامنا كلنا. نادي بيراميدز من ساعه ما دخل بدا يحول شكل التنافس في الكره المصريه لمبالغ وامور فوق 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 امكانيات كل الانديه حتى الاهلي والزمالك. مرتبات لعيبه نادي بيراميدز النهارده في وجهه نظري تتعدى، لو خدنا اجمالي اجمالي الفريق ككل، 100% معدي اجمالي الاهلي واجمالي الزمالك. الفئات في نادي بيراميدز A و B و C مثلا، عندهم فئه اولى وفئه ثانيه وفئه ثالثه، 100% كل فئه اعلى من الاهلي. والزمالك. ولكن هل هذا كافي لانك تساوي راسك براس الاهلي والزمالك؟ الاجابه بتتاكد كل سنه عن الاخرى، الاجابه لا. نادي بيراميدز منذ 5 سنوات لم ينجح في حصد بطوله يتيمه واحده. خاض 3 نهائيات، 2 في كاس مصر، واحده قدام الزمالك خسر 3-0، وواحده قدام الاهلي اهو خسر 2-1، وواحده في الكونفدراليه امام نهضه البركان وخسر 2-1. فتاني نادي بيراميدز مشكلته في وجهه نظري الشخصيه انه في النهائيات وفي الفترات الحاسمه من احراز البطولات الفريق ما عندوش طموح، ولا عنده طموح ولا عنده شخصيه، رغم ان كان النادي مبني على فكره الطموح. يعني انتوا فاكرين المؤتمر الصحفي رمضان صبحي استخدم كلمه طموح، عبد الله السعيد استخدم كلمه طموح، شريف اكرامي استخدم كلمه طموح، كلمه طموح كانت دايما ملتزمه بنادي بيراميدز. لا، اللي يتابع مباريات نادي بيراميدز الحاسمه، الفريق لا يملك شخصيه البطل، الفريق لا يملك طموح تحقيق البطوله، رغم ان عنده لعيبه فيها خبرات. الحاجات دي ما حدش يعرفها غير اللي مارس رياضه، انك بتقدر تحس من اللعيبه. جزء امبارح من لعيب نادي الاهلي بصراحه هقول لكم كورتين، يعني هنتكلم فني وكل حاجه، بس كورتين، كره ثنائيه علي معلول وحمدي فتحي ساهموا مع محمد الشناوي ان هم يتصدوا عن الهدف الثاني لبيراميدز بعد هدف التعادل لكهربا، وكوره حسين الشحات في الدقيقه 118 بعد الخطا الفادح من محمد عبد المنعم لما اطرد في الدقيقه 116 وكلف زمايله يا عيني يضغطوا، وكلف الجهاز الفني انه مش عارف ينزل مين بداله مساك لانه هو اوريدي كان عنده اصابه رامي ربيعه في بدايه المباراه. اللقطتين دول يوريكوا الشخصيه بتاعت لعيبه الاهلي وازاي النهارده فعلا الفريق متغير عن الفريق. كنا بنتكلم لو تفتكر محمد هنا في كتفك يا اهلي، كنا بنقول الفريق محتاج يعرف يعني شغف، محتاج يعرف يعني حماس، اعاده دوافع، لما كنا بنتكلم على الخساره من الخماسيه من صن داونز. فبصوا ده اسلوب لعيبه الاهلي. نادي بيراميدز لا، الامور بصراحه سيئه جدا. الفريق كمان طبعا 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 باتشيكو واضح جدا قال للفريق احنا هنلعب زون ديفنس ومش هنفتح الجيم للاهلي وهنلعب على المرتدات. ده واضح جدا، واضح جدا جدا، حتى بعد ما يعني قبل الهدف بتاع بيراميدز مش مديك الاحساس انه هيجيب جون خالص، لكن طبعا الكوره حصل فيها اخطاء كتيره من دفاع الاهلي، وبيراميدز لقى نفسه فجاه متقدم، متقدم، مفيش اي اصلا معطيات لهذا التقدم خالص. ده يمكن نادي الاهلي مع نزول قفشه المفروض كان بدا يبدا ان هو يهاجم نادي بيراميدز بشكل اكبر. فمشكله بيراميدز، وعايز اقول حاجه يا محمد بصراحه، مشكله كبيره جدا. انت رجع تتخيل لو احنا النهارده قعدنا نحسب بيراميدز صرف كام جنيه من 2018 لغايه دلوقتي؟ عدى 5 مليار. ماشي اوكي صح، ممكن. احنا اصلا اعتقد لغايه السنه الثالثه كنا معديين 2 مليار ونص بس طبعا وضع في الاعتبار ان طبعا انت بعد التعويم وبعدين الحاله الاقتصاديه في اخر سنتين مش زي اول 3 سنين في الخمس سنين، واحنا اتكلمنا على 5 سنين الدنيا طبعا ضعفت. ايه يا راجل، بقت في التريبل كمان يعني. ممكن الفريق فعلا صرف خلال 5 سنين مش اقل من 4-5 مليار جنيه وما قدرش حتى يجذب جمهور يشجعه خالص. يعني حتى ما على
على جميع المستويات النتائج كلها اعتقد يعني زيرو. الناتج صفر. الناتج صفر. صفر على الجبهه الاخرى نادي زي فيوتشر انشئ ما فيش ما بقالوش سنه يعني سنه واحده او سنه ونص مثلا وعنده بطوله عنده بطوله الرابطه حقق بطوله ممكن ما تبقاش بنفس قيمه الكاس او الدوري بس محمد انها بطوله, بطولة. في السجل بتاعي انا محقق بطوله ومرشح يشارك دوري ابطال افريقيا. على فكره بيراميدز منذ نشاته لغايه دلوقتي ما راحش دوري ابطال افريقيا, بيلعب كونفدراليه بس. بيلعب كونفدراليه. طيب النقطه الثانيه اهداف المباراه. لو بتتكلم عن هدف وليد الكارتي من ضربه راس وعايز اعرف تحرك الاهلي في ضربات الراس انت شايف تقديمك ليها ايه, ورد الاهلي بهدفين برده ممكن يكون فيهم برده بنفس الشكل وبنفس الاداء ضربه راس لحمدي فتحي وكمان كانت كره عرضيه قدام احمد الشناوي واستغلها كهربا لما وقعت منه وجابها جول. طبعا الكره الثابته النادي بيراميدز كان واضح فيها عدم الاتزان وعدم الاتفاق ما بين لعيبه الاهلي. هنكشف التسلل ولا لا؟ شفنا لعيبه الاهلي بتحاول تكشف التسلل وهوب محمد هاني عمل حركه فجائيه كسر بيها مسار التسلل. محمد هاني لو ما كانش رجع مع لعيبه نادي بيراميدز اللي كسروا الخط الاساسي كان خلاص كانوا وقعوا كلهم في التسلل, لكن هو رجع رجعته بكتفه دي خلت الكره سليمه. طيب لغايه هنا الغلطه بتاع الدفاع الاهلي خلاص كلهم بقوا بره اللعبه. كره اتلعبت اعتقد احمد سامي لعبها بشكل يشبه اللوب اي حاجه ويعني والحسن حظه الكره ارتطمت بالعرض. كل ده الكره بعيده عن محمد الشناوي, محمد الشناوي لا يسال خالص عن الفتره دي. انا في وجهه نظري محمد الشناوي هيبدا يسال لما الكره وقعت نزلت من العرض. كان لازم تعمل تراي وما تركزش المساعد رفع ولا ما رفع, مالكش دعوه مالكش دعوه, ما فردش ايده مفيش تراي اصلا. لا 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 خرب اللعبه ده هو رفع ايده ووليد الكارت حتى خلي بالك لما حط الكره جون اصلا الشناوي سايب الكره يعني ما شاركش اصلا في اللعبه. الفكره ان انا بقول لا محمد الشناوي من الجزء الثاني من اللعبه كان لازم ما يركزش خالص, ملوش دعوه بالحكم ملوش دعوه بالصفاره ملوش دعوه باللاينز مان ملوش دعوه بالرايه, وكان لازم ياخد الفكر ان انا هعمل تراي هيحطها لي يمين يحطها لي اعمل تراي وخلاص زي ما تيجي تيجي. انت ما عملتش تراي خرجت نفسك بره اللعبه. فللاسف انا في وجهه نظري بشوف ان الشناوي كان عنده اخطاء, محمد كان عنده اخطاء كتير المره دي حتى الكرات الطوليه كلها كانت سيئه. محمد الشناوي محمد الشناوي عامل ثلاث قلشات الشوط الاول ورا بعض ورا بعض العرضيه كلها ورا بعض. الخروج في الكره العرضيه كلها غلط ما عدا اخر واحده خالص لما كان النادي الاهلي عايز يضيع الوقت اخر واحده خالص لفت جميع الشيء. لكن الكره اللي حسين شحات طلعها مع الخط اساسها غلطه من محمد الشناوي, انت خرجت ورحت راجع وراجع. فمحمد الشناوي محتاج الفتره في وجهه نظر الاخطاء بتاعتنا بتزيد. ليه بنقول الكلام ده دلوقتي؟ طبعا الف مليون مبروك على البطوله وكل شيء, لكن ليه بنقول الكلام ده دلوقتي؟ عندك بشر الرجاء عشان الرجاء. اوعوا تنخدعوا باداء الرجاء في الدوري. الرجاء رامي الدوري, هم عارفين ان هم ما يقدروش يلعبوا في البطولتين. خلي بالكم ده ساعات بيبقى يعني تفكير فريق او تفكير نادي, انا مش هلعب في البطولتين بنفس التركيز هنا غير هنا. زي ريال مدريد, ريال مدريد سيمي فاينل كاس قدام برشلونه ده امل الوحيد بطولة. راح كان بنو اربعة بطولة راح كان بنو اربعة الدوري بيخسر بعديها بثلاث ايام خساره من فيا ريال في البرنابيو. ليه؟ اللعيبه نفسها تركيزا, وطبعا هو رايح مودريتش رايح فالفيردي اوكي, لكن اللعيبه نفسها محمد تركيزا مش في افضل حاجه. تمام ده الرجاء وعايزين نخلي بالنا. طيب عايز اخدك بقى لعناوين لبعض الاخبار في منصه التتويج. شفنا احمد عبد القادر بيتكلم مع الكابتن محمود الخطيب, تفسيرك للقطه دي ممكن تكون ايه؟ والله اتمنى ان احمد عبد القادر يتكلم كتير مع الكابتن محمود الخطيب. اتمنى يتكلم كتير جدا يعني نصيحه لاحمد كل ما تشوف الكابتن محمود الخطيب افتح معايا حوار. ليه؟ بجد والله احمد فني احنا يعني موهبه لا يختلف عليها اثنين. هربط اللي انت بتقوله ده بماتش امبارح. انا بقول لاحمد عبد القادر بجد والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى بيديك موهبه قلما نجدها. الموهبه دي عند رمضان صبحي, ورمضان اللي مشاف رمضان من ساعه البطوله الوديه بالامارات لفريق تحت 23 سنه اللي كان فيها الاهلي والزمالك وبعض الفرق الاماراتيه وبعض الفرق الاوروبيه, واول مره كنا نتفرج على رمضان صبحي وكلنا قلنا ابو تريكه الجديد وتوقعنا له مستقبل باهر 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 باهر, قلنا الراجل ده خليفه ابو تريكه, نفس التقوس بتاع القدم نفس الترقيصه نفس الاستلام نفس كل شيء,
ورمضان صبحي مر يعني طبعا يعني ايه بتغيرات كتيره على المستوى الفني والجسدي. النهارده انا بقول لك هو بكل امان وبقول للناس كلها بكل امان للناس اللي لعبت رياضه فاهمين، خلي بالك في التنافس والله في سماء الفلوس ما ترضيك ابدا ابدا والله ابدا. تلعب واللي بيلعبوا العاب فرديه يفهموا كلامي كويس جدا، لان احنا بنتكلم خلي بالك يا محمد بنتكلم على مستوى اللاعب الفردي مش اللاعب الجماعي. خلي بالك اللاعب الفردي الرياضي بيلعب لعبه فرديه لو دخل في منافسه وحطينا له قلنا له اخسر الماتش ده وخد 1,000,000 جنيه بس الرايفل بتاعك هيحفل عليك، والله في السماء ما يوافق يخسر قدام حد مش رايفل ما فيش مشكله. في رايفلتي لا، في تنافسيه لا، يفضل طول حياته ولا حاجه، لو وافق مره ما يوافقش تاني. يعني عايز تقول ايه لاحمد عبد القادر؟ مش عايزين يجي يوم نقول لك زي ما بنقول وقت رمضان صبحي، رمضان صبحي خسر كل حاجه، السنين بتجري خلاص، واللي بيفوت في الكوره السنين خلاص بيفوت في الكوره حصان طيب بح ما ترجعش تاني، مهما تظن انك هتاخد فيتامينز ومهما تظن انك هتزود من الاحمال البدنيه بتاع انسى خلاص شكرا، اللي راح عدى بح خلص. رمضان النهارده كان ماشي في تراك، وانا اسف انا اسف انا هقول لك مثل دارج جدا جدا جدا، البطن ما بتاكلش اكتر من ساعتها، مهما كان معاك فلوس هتيجي عند حته وخلاص هتجيب كل حاجه، هتجيب الفيلا انت عايزها، هتجيب العربيه انت كل حاجه هتجيبها، بس هتيجي عند ليميت. النجاح ملوش ليميت، النجاح ملوش البطولات ملهاش ليميت. لا 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 مش بطولات، النجاح هو النجاح ليه ليميت، النجاح ملوش ليميت. هو رونالدو لغايه النهارده شبع؟ لا ما شبعش. والقصه قول كده لرونالدو، روح قول لرونالدو ده مين ده، رونالدو وافق على عرض النصر بسبب الرايفاليتي مع ميسي ومبابي، وافق ليه؟ عشان يتقال ان هو اكتر راتب للاعب في التاريخ. حتى في الموافقه دي ما كانتش عشان خاطر الفلوس بس، لا ده عشان خاطر يتكتب كذا في المنافسه بينه وبين ميسي ونيمار. المنافسه هي اللي بتخلي الرياضي دايما عنده شغف. فاحمد عبد القادر بكل امانه والله لو ما خدت بالك، وانا بقولها لك بصوره جامده، لو ما خدت بالك في يوم من الايام انت هتندم وهتزعل ان انت كان عندك موهبه كويسه وما قدرتش تستغلها بشكل كبير. طيب عشان وقتنا وقبل ما نروح لفقره السبوره سريعا كده، ماتش الاهلي والرجاء ان شاء الله خلال اسبوع بالكثير او 10 ايام، حكم سوداني في لقاء الذهاب وحكم ليبي في لقاء العوده، على الفار في لقاء القاهره هيثم كرات التونسي، وفي العوده في المغرب على الفار الحكم الغاني دانيال لاري. تعليقك على هذه الاختيارات سريعا نتمنى ان الحكام طبعا يبقوا عازلين بمعزل تماما عن الامور الاخرى، مش عايزين نقول اصل حكم سوداني فده جاي بعد مباراه الاهلي والسودان كان فيها شويه يعني مناوشات وبتاع، فلا نتمنى يكون جميع يعني المنظومه محترفه، حكم ملوش دعوه بالاحداث مش متاثر، ينزل يحسب اللي يشوفه ويحب نفسه. بنقول الحكام دايما حبوا نفسكم، انك بتكتب اسمك الحكم انت بتكتب اسمك، لما بتعمل مباريات كويسه في القاره بتاعتك بتلفت نظر الفيفا، الفيفا يبدا يستدعيك لبطولات عالميه، فدايما اشتغل نفسك واحكم بضميرك لان في الاخر الحكم يا محمد في الملعب هو القاضي. اكيد قبل مباراه الرجاء بالمناسبه هيكون في مباراتين في الدوري، وبعد كده مباراه الرجاء ذهاب وعوده، مفيش مباريات محليه ما بينهم، فبالتالي شهر ابريل مباراتين في الدوري مباراتين افريقيا، ثم بعد ذلك مباراه القمه مع الزمالك في السوبر ان شاء الله. يلا بينا لفقره سبوره. يلا بينا يا حمد. يلا بينا. ودلوقتي معادنا مع فقره السبوره، لان في امور فنيه كريم عايز يتكلم فيها بخصوص مباراه الاهلي وبيراميدز، ويمكن تفاصيل مهمه جدا هنلقي الضوء عليها. كريم التفاصيل الفنيه اللي معاك النهارده في مباراه الاهلي وبيراميدز. مش بص يا حمد مش هتكلم على حالات فنيه كتيره، بس اخترت كام حاجه كده هنبين منهم التكتيك بتاع مارسيل كولر واللي بيتكرر في المباريات المهمه. تعال مع بعض نعمل فلاش باك لمباراه الاهلي وبيراميدز في الدوري ومباراه الاهلي والزمالك في الدوري. المباراتين دول مع دخول كهربا كمهاجم صريح بعد عودته من الايقاف، بدا مارسيل كولر يتخلى عن 4-2-3-1 ويلعب ب 4-3-3 ويستخدم الاثنين رقم 8 كصناع لعب، وشفنا الطريقه دي قدام نادي بيراميدز في الدوري بتنجح، وقدام نادي الزمالك نجحت بشكل كبير جدا وتفتكر، والنادي الاهلي كسب 3-0. انا عايز اتكلم على هدف الانتصار في الكاس، هدف حمدي فتحي، ونعمل فلاش باك للهدف الاول للنادي الاهلي في مرمى نادي الزمالك. ده شكل النادي الاهلي في هجمه الهدف، هدف الانتصار بتاع حمدي فتحي. قال بيعمل ايه؟ الاهلي ببساطه
بيبدا يشوف الفريق اللي قدامه هيعمل ايه لما الكره تتقل لنص ملعبه. بيبدا نادي بيراميدز، نادي بيراميدز بصراحه قدم مباراه دفاعيه، وجيمي باتشيكو كان واضح جدا ان هو زي ما قلنا اتعلم من مباراه القاضيه، ممكن اتعلم حاجات كتير قوي، ومن الاخطاء اللي ارتكبها في مباراه القاضيه ممكن لما كان مدير فني للزمالك ويعالجها في المباراه دي. نادي بيراميدز موقف لك في نص الملعب تقريبا ما يقرب من 5 لاعبين، وبيلعب بليبرو متاخر في لما يكون النادي الاهلي في نص ملعبه هو بريتوري. بريتوري امبارح عمل مباراه ممتازه جدا. النادي الاهلي بيعمل الهجمه لما بيلاقي هذا التكتل الدفاعي مش عارف يضربه، حاول يخترق من العمق كتير، وفعلا الاهلي امبارح حاول يخترق من العمق كتير بس ما نجحش. على طول بيبدا ينزل واحد من الاجنحه بتاعته اللي عنده قدره على ارسال الكرات الطوليه بشكل كويس، عنده افيشنسي فيها، وهو مين؟ حسين الشحات. حسين الشحات بيبدا ينزل وهو بيعمل دور صناعه اللعب. قفشه بيبقى عامل كاموفلاج. يعني ايه كاموفلاج؟ بيبدا ياخد انظار اللعيبه عشان يبدا يسحبهم عن المنطقه اللي قدام منطقه جزاء نادي بيراميدز. لما المساحه بتتفتح على طول مين بيشوفها؟ حمدي فتحي. حمدي فتحي اول ما يبدا يشوف قفشه سحب هذا الليبرو المتاخر يبدا ينطلق عشان يكون مهاجم تاني جنب محمود كهربا، ويبدا النادي الاهلي يلعب الكرات الطوليه للمساحه اللي ورا الاثنين مساكين. شفناه ضد نادي الزمالك لو تفتكر، حمدي فتحي هو اللي انطلق من عمق الملعب ومهد الكره لكهربا، وبعد كده كهربا حطها في مرمى محمد عواد. امبارح حسين شحات عمل نفس الكروس باس اللونج باس نفسه هو بتاع ماتش الزمالك، بس هنا حمدي فتحي كان ذكي بقى، استغل طبعا الخروج الخاطئ اللي احنا اتكلمنا عليه لاحمد الشناوي وسقط الكوره من وراه عشان يحرز هدف الانتصار وهدف الفوز للنادي الاهلي. فده تكتيك واضح جدا متكرر لمارسيل كولر، واحده من اسلحه مارسيل كولر ان هو يفك اي تكتل دفاعي، خصوصا لما الفريق بيفشل تماما في الاختراق من العمق على الارض. طيب هو حب يكرر دي كذا مره لما دخل كمان بيرسي تاو في العمق، لان كنت بشوف حسين الشحات بيضم وساعات بيرسي تاو بيضم. نعم. بس بيرسي تاو لما كان بيضم ما كانش بيتميز بالكرات الطوليه زي ما عمل حسين الشحات. بص ده انت بتتكلم على الشوط الاول. الشوط الاولاني. الشوط الاول طبعا احنا اتكلمنا عن الشوط الاول كان سيء جدا 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 من النادي الاهلي، ويعني النادي الاهلي احنا انا ما شفتش ان هو استغل حاله الرهبه اللي كانوا نازلين عليها لعيبه نادي بيراميدز. بيرسي تاو الشوط الاول كان على طول بادئ من المباراه على الخط. لما لقى ان هو مش قادر يعمل اي نجاعه هجوميه، مش قادر يخترق، مش يعني معمول عليه كماشه كتيره جدا من حوالي 3 لاعبين، وطبعا طبعا طبعا مفيش مستوى رائع او جيد لعمرو السوليه في نص الملعب. كان واضح جدا عمرو السوليه متاثر اصلا بدنيا، كان عنده مشكله. عمرو السوليه من وجهه نظري مليون في الميه ما لعبش المباراه دي وهو في كامل لياقته البدنيه، كان عنده مشكله عضليه، في مشكله عضليه بتعيقه ان هو يجري وان هو يلعب اللعب بتاعه. فلما عمرو السوليه اعتقد بعد دقيقه 30 من الشوط الاول بدا الاداء بتاعه والريتم بتاعه يهدى خالص ومفيش، يعني هو مش قادر يوصل الاهلي ليه نص ملعب نادي بيراميدز، بدا بيرسي تاو ياخد تعليمات من بره، لا خش انت للعمق وهنلعب بس بواحد على الطرف هو محمد هاني، سيب الطرف كله لمحمد هاني، وبدا بيرسي تاو يخش لعمق الملعب عشان يعمل صناعه اللعب. بس ده انا في وجهه نظري ده كان بشكل اضطراري وشكل استثنائي، لان كان اوريدي كان عندك مشكله مع عمرو السوليه اللي هو اوريدي طبعا لما يكون في مروان وحمدي فتحي هيبقى عمرو السوليه هو المنوط بعمليه صناعه اللعب. عمر مبروك يا كريم. مبروك، الف مبروك نادي الاهلي، والف مليون مبروك طبعا لاداره النادي الاهلي بصراحه اللي ماشيه بشكل كويس جدا، وبرده مبروك جدا جدا لمارسيل كولر اللي دلوقتي يا محمد محقق 100% من التارجت بتاعته زي ما شرحنا في الفقره دي. حقق التارجت مارسيل كولر، فاز بالسوبر، فاز بالكاس، عنده سوبر اخر امام الزمالك، ولكن التاهل للدور ربع النهائي في دوري ابطال افريقيا امام الرجاء مباراه مهمه جدا اكيد هتكون مع نهايه شهر ابريل. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.